أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين. مجلس شورى الثوار يحذر مقاتليه من القصف العشوائي وينفي إطلاق عملية عسكرية باسم بلا رحمة. بعد الاتفاق الموقع بين قبيلتي التبو والطوارق في الدوحة، تجدد الاشتباكات بمحور الزاوية بين التبو والطوارق في أوباري. مبادرة لعدد من أعضاء المؤتمر والبرلمان في تونس تنص على إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذر مجلس شورى ثوار بن غازي مقاتل المجلس بقطع التغذية الكهربائية أو المياه على المواطنين في كافة مناطق بن غازي، وأكد المجلس في بيان له حرمة القصف العشوائي الذي يصيب المدنيين أو الأبرياء من عموم المسلمين، أو القصف الذي يصيب المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين كمحطات الكهرباء ومحطات المياه والمستشفيات والمدارس وغيرها من المنشآت الخدمية والإنتاجية بحسب البيان. مصدر عسكري بمجلس شورى ثوار بن غازي يفند ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن إطلاق المجلس لعملية عسكرية تحت اسم بلا رحمة. المصدر أضاف بأن وسائل إعلام موالية لحفتر روجت خبراً كاذباً باسم هذه العملية، وقالت فيه إنها ستكون عملية عسكرية تشمل كل مناطق بنغازي، وهذا عار من الصحة. أصدر مجلس شورى ثوار بني غازي بياناً حول القصف الذي استهدف محطة كهرباء شمال بني غازي، قال فيه إن القذائف التي أصابت الوحدة الأولى البخارية ومحول الوحدة الأولى الغازية من الجهة المقابلة لمنطقة الكويفية لا يوجد بها مواقع للثوار، مضيفاً بأن القصف كان من الصحوات أو من الطرف الذي يريد الدمار. واستنكر المجلس هذا العمل لما يسببه من أضرار لأبناء بني غازي والمنطقة الشرقية، مؤكدا أنه لو كان هذا العمل مقبولا من الثوار لقاموا به منذ بدء الاعتداء عليهم في بني غازي. هذا وقال المجلس في بيانه إن خطوط تغذية محطة شمال بني غازي بالغاز تحت سيطرة الثوار بمنطقة الهواري وسيدي فرج والنواقية، فكان من الأفضل أن يقفلوا صمامات التحكم في الغاز، وبالتالي سيتم إطفاء المحطة بالكامل مع عدم إمكانية التشغيل. ميدانيا، حيث أكدت مصادر مطلعة بوصول شحنة كبيرة من الأسلحة والعربات العسكرية والدخائر من دولة الإمارات عبر مطار الخروب الواقع بقرية المرج، وهي موجودة حاليا بأحد المعسكرات التابعة للمتقاعد حفتر، وتعتبر هذه الشحنة هي الثانية خلال شهر واحد التي تصل من الإمارات، وتتضمن ذخيرة وأسلحة متوسطة وعددا من المدرعات المتطورة. أما بمحور المدينة فقد شهدت الصابري قصفا عنيفا من قبل كتائب حفتر المتمركزة بمنطقة أرض زواوة، وبالتزامن مع القصف حلقت طائرات حربية تابعة لحفتر في أجواء المنطقة، حيث قابلها مقاتلو المجلس بإطلاق نيران المضادات الأرضية في محاولة لإسقاطها. وفي الأثناء اندلعت اشتباكات في عدة محاور بالمدينة بين مقاتلي المجلس ومسلحي كتائب حفتر لمحاولة الأخير السيطرة على مناطق حيوية بالمدينة. وينضم إلي مباشرة عبر الهاتف السيد أسامة العقوري أحد ثوار مدينة بنغازي. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. أهلا يا أسامة، لو نسمع منكم آخر المستجدات الميدانية الحينية من بنغازي. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحمد لله فضل الله عز وجل ثوار بنغازي في جميع المحاور ثابتين في جميع النقاط، والحمد لله فضل الله عز وجل. اليوم قام ثوار مدينة بنغازي باستهداف دبابة مما أدى إلى تدميرها في شارع فينيسيا بالقرب من معسكر 17 فبراير. والحمد لله أمور طيبة، يعني مجلس شورى ثوار بنغازي يطمن أهالي مدينة بنغازي ويطمن الأحرار اللي
اللي ينتظروا في تحرير مدينة بنغازي من الشراذم بإذن الله، والله إن شاء الله بإذن الله يعني مجلس شورى بنغازي يعني يقوم بتحرير مدينة بنغازي من شراذم حفتر وأزلام النظام السابق، لأن الآن المعركة يعني أصبحت واضحة لجميع أهالي مدينة بنغازي، ما فيش حد يقول مقرر بهم والله. انقاتوا في أزلام النظام السابق من الأمن الداخلي ومن اللجان الثورية ومن الأمن الخارجي الذين عادوا بقوة. أسامة، بعد هذه الحالة من التوافق السياسي السائد حول عدو مشترك لأهالي بنغازي يحاربونه صفا، أريد نبذة عن الأوضاع المعيشية والإنسانية هناك في بنغازي. طبعا الأوضاع المعيشية نحن عندنا معلومات أن بنغازي تعيش أوضاع صعبة، يعني في سواء من تهجير السكان من مناطقهم ومنازلهم أو من غلاء المعيشة في مدينة بنغازي أو من نقص البنزين والغاز في مدينة بنغازي، هذا تعيش مدينة بنغازي بالكامل. نعم. أنت نحب نوضح لأهالي مدينة بنغازي القصف اللي مرة القصف العشوائي يسقط على مناطق السكان وقصف محطة الكهرباء في منطقة الكويفية، يعني رسالة من ثوار مجلس شورى بنغازي يتبروا من القصف هذا وما عندنا شيء فيه القصف هذا، لأن لو نقول يعني هذه المرة الألف ممكن يعني لو نبغى نقصف مدينة بنغازي نحن عندنا من الذخائر ما تكفي يعني لقصف مدينة بنغازي بكامل، لكن نحن نرى في أهل مدينة بنغازي هم أهلنا تمام، يعني ولو نبغى نقصف بنغازي رانا قصفناها من قبل تمام، يعني القصف العشوائي اللي سقط على المدينة هذا من أذناب حفتر لتغطية المعارك التي خسروها في جميع المحاور. أسامة لو سمحت لي هنا بتفاعل بسيط، أنتم تقفون على ثغر الثورة المسلحة العسكرية هناك في مقاومة الطغيان والظلم، هل هناك جبهة سياسية حقوقية تحمي ظهوركم وتفاوض من أجل إيجاد حلول نافذة وعاجلة لهذه الأوضاع الإنسانية التي حسب وصفكم هي صعبة جدا؟ والله طبعا نحن رأوا الشباب اللي قاتلوا في مدينة بنغازي هم ثوار 17 فبراير تمام، نعم، والحرب هذه معيشة يعني استكمال لثورة 17 فبراير لا أكثر لا أقل تمام، يعني الثوار زي ما تقول يعني أغلب الثوار يعني بسطاء فهم كيف، يعني ما عندهمش زي ما تقول الجبهة السياسية ولا نعم توضحت الصورة. أسامة العقوري أحد ثوار مدينة بنغازي كنت معنا من هناك عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فجر الأحد بين قبيلتي التب وطوارق بمدينة أوباري، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة من الطوارق. مصادر بمدينة أوباري في اتصال مع قناة ليبيا بانوراما أكدت قيام مجموعة مسلحة من قبيلتي التبو بهجوم على المواقع التي يتمركز بها مقاتلون من الطوارق في محور الزاوية والصحراوي، إلا أنها باءت بالفشل بعد التصدي لها من قبل مقاتلي الطوارق، ما جعل مسلحي التبو ينسحبون إلى منطقة الديسة شرقية أوباري حيث تتمركز قواتهم بحسب المصدر. الجدير بالذكر أن هذا الهجوم يعد الثاني بين الاتفاق الموقع بين الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي الذي يقضي بوقف إطلاق النار بالمدينة. وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلي عبر الهاتف مباشرة الدكتور عبد الله شريف رئيس الحراك الوطني للطوارق بالجنوب، أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الله. أهلا وسهلا ونشكر قناة بانوراما على إتاحة هذه الفرصة القيمة. مرحبا دكتور، بعد أن خلنا أن الحرب والمناوشات بين القبيلتين في أوباري قد حطت أوزارها، وبعد نبذة الأمل تلك التي وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، عادت الاشتباكات فجر اليوم الأحد، ما تعليقكم وما هي قراءتكم السياسية؟ نعم أخي الكريم، طبعا كما تعلمون بارك الحراك الوطني للطوارق بالجنوب هذا التوقيع بين القبيلتين
ودعا أيضا الحراك في بيانه في 24 نوفمبر إلى تهدئة النفوس. نتفاجأ حقيقة اليوم، نتفاجأ حقيقة بهجوم على التوارك في المواقع التي ذكرتموهم، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك طرف ثالث لا يريد المصالحة بين الطوارق والتبو. مكون الطوارق والتبو دفع إلى الآن مئات المئات من القتلى والشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح وتهدم البنية التحتية. حقيقة فرحنا بما توصل به مشايخ الطرفين من إيقاف هذه آلة القتل في الوقت اللي في الوقت الذي كان أجدر بنا نحن كمكونين وأبناء الصحراء أن نحارب التخلف وأن نحارب الجهل وأن نحارب افتقار المنطقة للبنية. دكتور عبد الله، نتقاتل فيما بيننا. دكتور عبد الله، لو سمحت لي دكتور عبد الله، حتى لا يبقى على المشهد بعض الطلامس والضبابية، ذكرت أن هناك طرفا ثالثا يستفيد من تعمق الأزمة بين القبيلتين. هنا هل يمكن أن توضح لنا هذا الطرف الثالث ومأتاه، وما هي خلفياته لتبقى الأمور متأججة بين القبيلتين؟ نعم يا أخي، الآن هذا الهجوم الثاني، وهذا يدل على أن هناك طرف للأسف الشديد من مكون. من هو هذا الطرف بحسب رأيكم؟ الطرف داخلية خارجية تمزج بين الاثنين؟ نريد بعض التوضيح لو سمحتم. نعم أكيد هناك طرف ثالث، وربما يكون مدعوم خارجيا لا يريد الصلح بين أبناء الصحراء، هذا شيء وارد. والهجوم الثاني هذا دل على أن حقيقة هناك طرف ثالث لا يريد المصالحة بين الطوارق، وإنما يريد الفوضى الخلاقة في المنطقة، لربما لمآرب سياسية يراها، لربما لاستمرار الفوضى الخلاقة، ربما لاستمرار الهجرة وإلى غير ذلك. ومن هنا نحن ندعو حقيقة كنخبة وكحراك نهضة الطوارق بالجنوب برسالة إلى أخوتنا التبو بأن يجب عدم التستر على الطرف الثالث الذي كلما سعينا خطوة إلى الأمام يقوي المصالحة ويرجع بنا إلى مربع القتال. فعلى الأخوة التبو سيد عبد الله يعني مكاشفة هذا الجسم وحقيقة مكاشفة هذا الشيء. والشيء الآخر، رسالة هنا إلى أهل الجنوب، حقيقة الأمر إن الجنوب ليس لمكونين فقط، فيجب على أهل الجنوب، لأن هذا يعتبر هذه الإشكالية أثرت على مناطق الجنوب بالكامل. سيد عبد الله، هنا سيصب إطار سؤالي الثالث لو سمحت لي. نعم، في هذه البوتقة سيتنزل سؤالي وتفاعلي لو سمحتم. هنا عقلاء ومشايخ وأعيان القبيلتين، هل يمكن لهم دبلوماسيا وسياسيا أن يمضوا قدما في تفعيل هذه الاتفاقية حتى يقطعوا الطريق أمام هذا العامل الثالث الذي لا يريد رأب الصدع بين الطرفين، ويحققون هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟ نعم، نحن كلنا ثقة فيما قام به مشايخ وقادة الطرفين. نعم، نحن ندفع دائما في المبادرة إلى المصالحة، ندفع دائما إلى ما يبني هذا الوطن. نعم، كلنا ثقة بأن هذه المصالحة رغم ما حدث إنها ستكتمل لقطع الطريق أمام من يريدون إرجاعنا إلى المربع الأول، وهو مربع الاقتتال والدمار إلى أين؟ نعم، الدكتور عبد الله شريف، رئيس الحراك الوطني للطوارق بالجنوب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. حول تجدد الاشتباكات فجر الأحد بين قبيلتي التبو والطوارق بمدينة أوباري عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، التقرير التالي يوضح التفاصيل. لم تهنأ مدينة أوباري بالاتفاق الذي وقعته أطراف عن قبائل التبو والطوارق في العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام، فقد عادت الاضطرابات إلى المدينة مجددا. وأكد مصدر من داخل المدينة اندلاع اشتباكات عنيفة صباح الأحد بين الطوارق والتبو في عدة مناطق، فيما قال أحد أعيان الطوارق إن التبو المتمركزين في منطقة الديسة قاموا بهجوم عنيف صباح اليوم على الطوارق المتمركزين جهة المشروع، لافتا أن ذلك يعد الهجوم الثاني بعد الاتفاق الموقع بين الطرفين،
مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى، حالة أحدهم توصف بالخطرة. وفي اتصال لقناة ليبيا بانوراما، أكدت قيام مجموعة مسلحة من قبيلة التابو بالهجوم على المواقع التي يتمركز بها مقاتلون من الطوارق في محور الزاوية غربي مدينة أوباري، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة شخصين بجروح طفيفة من الطوارق. وتعزو بعض الأطراف عودة الاشتباكات إلى أن الاتفاقية جاءت متناقضة وغير واضحة في بنودها، حيث لم تنص بشكل واضح على انسحاب القوات التي هاجمت أوباري، وأن أي وجود مسلح لميليشيات التابو يمثل بؤرة عدم استقرار في المنطقة، وخروجها من منطقة أوباري ضامن للاستقرار والسلم الأهلي على المدى البعيد بحسب رأيهم. قام طيران حفتر باستهداف عدة مناطق بمدينة جدابية. مصادر بالمدينة قالت إن القصف أدى إلى أضرار بمزارع المواطنين، وكانت الطائرة الحربية قد استهدفت اليومين الماضيين مواقع للمدنيين بالمدينة. موجة من الاغتيالات تليها غارات جوية استهدفت عدة مناطق وأعيانها يحذرون من تحويلها لبني غازي ثانية. هذه هي جدابية اليوم. مصادر بالمدينة أكدت أن عملية الاغتيال تعدت 20 قتيلا من التيار السلفي ومنتسبين للجيش وعدد من ثوار المدينة. وأفادت المصادر بأن الهدف هو خلط الأوراق والبداية بسيناريو بني غازي. طائرة حربية تابعة لحفتر قصفت الخميس منطقة الحي الصناعي بجدابية، وأسفر القصف عن مقتل اثنين من العمالة المصرية وآخر من الجنسية السودانية. وأضافت مصادر بأن الطيران قصف مبنى الأرصاد الجوية وأدى إلى إصابة المبنى ببعض الأضرار، ولم تسجل أي أضرار بشرية، مثيرا حالة من الخوف والهلع بين الطلبة والمعلمين بالمدارس القريبة من منطقة الحي الصناعي. وفي الأثناء تجدد القصف على المدينة، وهذه المرة استهدف محيط الشركة الصينية مخلفا أضرارا مادية كبيرة ولم يسفر عن سقوط ضحايا. أبناء المدينة يقولون بأن جدابية تعتبر عنق الزجاجة لمنابع النفط والمياه ومصادر الكهرباء وحلقة الربط بين الشرق والغرب، مشيرين لخصوصية التركيبة القبلية وأن ذلك يؤثر سلبا على حماية حدودها. مراقبون محليون يقولون بأن بني غازي باتت معادلة صعبة في حسابات حفتر وأنصاره، ونقل عمليته الأخيرة بجدابية ما هي إلا لجمع مناصرين جدد وكسب انتصار ولو نوعي لأفراده. هذا واستنكرت حكومة الإنقاذ الوطني القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة جدابية من قبل الطيران الحربي التابع لحفتر. الحكومة في بيان صحفي أكدت أن ما تتعرض له المدينة ما هو إلا مواصلة لزعزعة الاستقرار بالبلاد بعد عمليات القصف للمدنيين في بنغازي ودرنة، موضحة بأن الأضرار التي قد يسببها هذا القصف من دمار وخراب قد تعصف بأهالي المدينة. المزيد من التمزق والصراعات بحسب البيان. وينضم إلي مباشرة عبر الهاتف جبريل المشيتي، إعلامي من جدابي. أهلا وسهلا بك جبريل. مرحبا بك يا محمد وللسادة المشاهدين.
جبريل، بعد هذه الأخبار التي سقناها اتباعا عن الأوضاع المزرية جراء القصف بالطيران الحربي لحفتر، هل من جديد ميدانيا هناك؟ للتذكير، ما حصل من غارات هن حصيلة 5 غارات جوية من يوم الخميس إلى يوم السبت. الحصيلة مقتل عنصر من مجلس شورى ثوار مدينة جدة، ومقتل 2 من العمالة المصرية وآخر من العمالة السودانية، أيضا تضررت 3 مزارع مملوكة للمواطنين ونفوق عدد التي تملكها عائلة أبو غربي الزوي. كما اليوم هل من جديد جبريل؟ ورش صناعية أضرار بالغة، وتضررت أيضا مبنى الأرصاد الجوية بأضرار بسيطة. أما الأوضاع هادية من دون أي غارات جوية، والمدارس والجامعة والمعاهد بالمدينة هذا اليوم، والمحلات التجارية مفتوحة، يعني عادت الأمور إلى طبيعتها هناك في جدابية اليوم. لم تكن هناك غارات جوية. نعم، الحياة عادت طبيعية اليوم في جدابية. اليوم كانت الأجواء طبيعية جدا اعتيادية. هناك موضوع هو بخصوص التحرك القبلي لاحتواء فتنة أو حدوث أي احتراب أو قتال، فإن جهود مكثفة لأعيان جدابية لاحتواء الأزمة دون الوصول إلى حالة التأزم بالمدينة، والأعيان جميعهم متفقون على تجنيب المدينة لحرب أو معارك داخلها. وهناك مساعي أخرى أيضا رسمية من قبل بلدية جدابية تحديدا، حيث عقدت البلدية بشكل رسمي اجتماع موسع مساء أمس مع عدد من أعيان ومشايخ القبائل، واتفقوا على عدد من المبادئ، وسيصدرون أو سيصدر لهم بيان بالخصوص حدد له صبيحة يوم الأربعاء القادم. الاجتماع الذي تم بين أعيان جدابية جبريل، ما هي باختصار طبعا النقاط التي كانت عصارة هذا الاجتماع؟ وأن الأمن المدينة مسؤولية كل مواطنيها، والتأكيد على حرمة دم المسلم والتعدي على الناس بقتل أو غيره، وأن أي فعل مثل ذلك هو مدان، وأن جدابية واحة أمان يلجأ إليها كل سكان ليبيا من كل وبها نازحين من جميع ربوع ليبيا، والتأكيد على دور الحكماء والعقلاء لفض ولدرء الفتن والحلول دون أي اقتتال داخل المدينة. جبريل، هنا أسأل، هل هناك خطوات تصعيدية من قبل الأعيان والحكماء هناك والمسؤولون للرد ربما السياسي أو العسكري على هذه الهجمات الغادرة التي تقصف بها أراضي جدابية بين الفينة والأخرى؟ هو أوساط الأعيان ومشايخ القبائل هذه الغارات سهجنة، وهي تمس أمن المدينة، بذلك تمس أمن كل مدينة جدابية، لذلك الرأي العام في المدينة يعني يستنكر هذه الأعمال. هل من ردود للمقاومة جبريل، أم أن الأمر توقف عند الشجب والاستنكار فقط؟ طبعا هناك خطوات عملية من المتوقع أن تكون في الأيام القادمة يعني خروقات مثل هذه الخروقات. هناك بعض الإجراءات التي الأعيان تكون في حينها طارئ أمني أو حدوث أي اختراق أمني داخل المدينة. نعم، جبريل المشيطي الإعلامي من جدابية، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. أكدت قوة الردع الخاصة بالعاصمة طرابلس أنها بعيدة عن أي صراع سياسي، وأن نواياها دائما تعمل من أجل الوطن. وأعلنت القوة في بيان لها السبت نشر على موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي أن هدفها هو لملمة الجراح ومحاربة الفساد والخطر الذي يهدد أمن الوطن وجميع الليبيين دون استثناء. وأثنت في بيانها لكل من حاول الدفاع عنها بطريقة بعيدة عن إشعال الفتنة، وشدد البيان على أن قوة الردع تندرج تحت غطاء شرعي
وهو وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية، نافية أن تكون لها عداوة مع أي جهة حكومية تندرج تحت نفس الشرعية. قال عضو المؤتمر الوطني العام بلقاسم القزيت أن جولة الصخرات الأسبوع القادم ستكون جولة حاسمة ونهائية بين أطراف الحوار لضمان عدم انهيار البلاد، مشيرا إلى أن قلة من أعضاء المؤتمر في طرابلس والبرلمان المنعقد في طبرق يهيمنون على السلطة ويعرقلون الجهود الرامية إلى الاتفاق بين الليبيين. أوضح قزيت أنه من الواجب على الليبيين أن يوافقوا على حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أنه لا يوجد حاليا اتفاق يرضي كل الأطراف، ولكن هناك قدر من التوافق للتصدي لتمدد تنظيم الدولة وسيطرته على مساحة شاسعة من ليبيا بحسب قوله. من جهته قال العضو المقاطع للبرلمان المنعقد في طبرق فتحي بشاغة إن كل أطراف الحوار تدفع باتجاه إنجاحه، مضيفا أنهم باتوا قريبين من عقد جولة حاسمة من الحوار ستستمر على مدى يومين بصخرات قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وذكر بشاغة أن من يعرقل التوقيع على الاتفاق هم قلة ينظرون إلى مصالحهم الضيقة بحسب وصفه. حذر عضو البرلمان المنعقد في طبرق على التكبال من الخطة المراد تنفيذها بمجرد اعتماد حكومة الوفاق الوطني، وهي ضم مجلس النواب والمؤتمر الوطني في كيان واحد وتمكين الحكومة من كل الصلاحيات بما فيها اختيار المناصب والقيادات العليا التي تمكنها من تفكيك البرلمان والمؤتمر الوطني وخداع هذان الطرفين حسب وصفه. وأكد تكبالي أن الحل يكمن في الحوار الليبي وبداية هذه الحكومة في الوقت الحالي، تفكك جميع الأطراف وتقسم الليبيين، وستتكرر نفس المشاكل السابقة، مؤكدا أن هذه الحكومة لن تأتي بحل سحري، خاصة في عدم وجود ضمانات أمنية على حد قوله. التقى عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق والمؤتمر الوطني العام في تونس لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد والأزمة السياسية. الأعضاء قدموا في بيان مشترك في تونس مبادرة إلى كل من المؤتمر والبرلمان تنص على أن الحوار هو الخيار الوحيد للوصول لاتفاق سياسي بين المؤتمر ومجلس النواب، وذلك لحل المشاكل والخلافات التشريعية. كما دعت المبادرة المؤتمر والبرلمان لعقد لقاء بأسرع ما يمكن للاتفاق حول نقاط الخلاف والاتفاق بينهما من شأنه أن يسهم إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني قادرة على مواجهة التحديات والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية. يشار إلى أن 92 عضوا من أعضاء البرلمان المنعقد في طبرق كانوا قد وقعوا على مذكرة لقبول الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما ورد بمبادرة فزان التي قدمها عدد من أعضاء المنطقة الجنوبية بالمجلس. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية اعتماد البرلمان المنعقد في طبرق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الصخرات والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكد شكري ثقته الكاملة في أن جميع التيارات السياسية الليبية سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي من خلال دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا دعم مصر الكامل لكوبلر في مهمته المقبلة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر إلى مصر ضمن زيارات قام بها إلى عدد من الدول.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه لم يتم تحديد موعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا بسبب ما وصفها فوضى البلاد. وأضاف بان كي مون في تصريح صحفي أن المبعوث السابق لدى ليبيا برناردينو ليون نجح في التقريب بين الأطراف الموجودة التي كانت على وشك توقيع اتفاق لكنها لم تتمكن من ذلك حسب قوله، موضحا بأن مبعوثه الجديد مارتن كوبلر يعمل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه من واجب دول جوار ليبيا التأثير على الليبيين لتشكيل الحكومة. يواصل المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر زيارته لدول وصفها بالمؤثرة على أطراف الحوار الليبي، وذلك للمحاولة إقناع أطراف الحوار الليبي بالإسراع في التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، من يراها الكثيرون طوق النجاة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية. في سياق هذا التقرير، في آخر تصريح له قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا إن من المتوقع أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل نهاية العام الجاري، فيما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن عدم وجود موعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا مع استمرار الفوضى في البلاد. قد يكون هذين التصريحين نوعا من التضارب في المواقف أو وسيلة من وسائل الضغط. وجاءت تصريحات كوبلر خلال زيارته إلى القاهرة، حيث التقى كوبلر مع وزير الخارجية المصرية وأمين جامعة الدول العربية في مواصلة لجولة من الزيارات التي قام بها في المنطقة بعد إيطاليا وفرنسا وقطر والإمارات ومن قبلهم طبرق وطرابلس. كوبلر الذي كان قد رحب بالإعلان الأخير الذي أصدره 92 عضوا في مجلس النواب الموافقون على الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني، قابلت زيارته زيارات أخرى يقوم بها المرشح الأول لرئاسة حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي زار القاهرة والجزائر والمغرب بدعوات رسمية من هذه الدول. وفيما تستمر المبادرات الداعية لحل الأزمة في الداخل الليبي، أصدرت كتلة من نواب عن البرلمان والمؤتمر عن المنطقة الشرقية بيانا تدعو فيه لمواصلة جهود الحوار. إذن يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الملف الليبي على طاولة النقاش، إما من خلال مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر أو من خلال جولة جديدة متوقعة بالصخيرات المغربية أو على طاولة مؤتمر دولي خاص بالأزمة الليبية. حصادنا متواصل وفيه استعدادات لانعقاد جلسات الحوار المجتمعي لمبادرة أبناء الجنوب في الجفرة. استئناف إمداد مستودع سبها بالوقود من مصفات الزاوية غربية طرابلس، وموظفو شركة سرت النفطية يطالبون بصرف مرتباتهم. أينما كنت في ليبيا انقل الحدث. أنا الخبر تطبيق جديد من نوعه تتيحه لك الـBBC. التقط الخبر بالكاميرا، أرسل، حمل التطبيق على جهازك عن طريق أب ستور أو جوجل بلاي. يمكنك إرسال خبرك عن طريق موقعنا الإلكتروني www.innews.ly. كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق الفايبر على الهاتف 094-467-1683. قد تتحصل على مبلغ مالي يصل إلى 200 دينار، وهذا على أهمية الخبر. وثق وأرسل. أنا الخبر، المشهد بعدستك على الـBBC. كن أنت الخبر.
أهلا بكم من جديد. تتواصل الاستعدادات ببلدية الجفرة لانعقاد جلسات الحوار المجتمعي لمبادرة أبناء الجنوب خلال الأيام القليلة القادمة. أفاد عضو اللجنة التحضيرية فرحات محمد بأن كافة اللجان الفرعية والاستشارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لخطة عمل متكاملة لانعقاد جلسات الحوار وتجهيز قاعات إدارة الحوار والاستقبال والإقامة وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاحه بما يسهم في حقن دماء الليبيين وإنقاذ الوطن من الإنقسام والفوضى والانهيار. ناقش عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الأعضاء المستقلين بنقابة المعلمين في العاصمة طرابلس عددا من المخرجات التي خرجت بها لجنة الستين في المسودة الأخيرة الخاصة بصياغة دستور ليبيا الجديد وكتابة بعض التعديلات في المواد التي انبثقت عن المسودة والتي على إثرها ستسلم إلى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور. الاجتماع هذا كان قبل سابقه اجتماع ثاني اول في وزاره الثقافه لفتره حوالي تقريبا ما يقارب 3 أسابيع، كان بخصوص مناقشه مسوده الدستور، وهذا الاجتماع برضه الاجتماع الثاني لمؤسسات المجتمع المدني والناشطين والمستقلين بطرابلس وغير طرابلس لمناقشه مسوده الدستور اللي انبثقت على اعداد لجنه الستين. فهذه الحوصله من المؤسسات تناقش الابواب لمسوده الدستور اللي صادره هذه الاخيره، فنبغى نحاول نطلع مخرجات منها ونطلع على الاقل بمقترحات ومخرجات باش تسلم ان شاء الله في الاجتماع المقبل للجنه الستور لجنه الدستور موثقه ومختومه من قبل مؤسسات المجتمع المدني. أكد عضو المجلس البلدي لبلدية سبها بوسعدة أن مصفاة الزاوية استأنفت إمداد مستودع سبها النفطي بالوقود بعد توقف وصول الوقود إلى سبها لأيام. وأوضح بوسعدة أن المجلس البلدي تواصل مع إدارة مصفاة الزاوية وسائق الشاحنات في هذا الشأن، وامتنع بوسعدة عن ذكر الأسباب الرئيسية وراء إيقاف نقل الوقود إلى مستودع سبها. من جهته أوضح عضو هيئة الإدارة بمستودع سبها النفطي أن إمدادات الوقود بدأت الوصول ويجري الإمداد محطات الوقود بالمدينة، وأضاف أن المستودع طلب من الأجهزة الأمنية بالمدينة العمل على منع المتاجرة بالوقود في السوق السوداء لضبط أسعاره ولضمان عدم تكرر أزمة الوقود. نظم موظف شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز صباح اليوم الأحد بميناء مرسل بريغا وقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم المتأخرة، مؤكدين على تزويد الوزارة بكافة بيانات الموظفين لأكثر من شهر. وأكد المحتجون على حرصهم على شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، متمنين أن تعجل وزارة المالية في صرف المرتبات وحل الأزمة بشكل عاجل تفاديا لتصعيد يتخذه العاملون بالشركة تؤشر سلبا على هذا المرفق الحيوي. من جهته أفاد المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس محمد الحراري أن التأخير سببه وزارة المالية، وأنهم في انتظار الوزارة لتسهيل الأموال وصرف مرتبات الموظفين في أقرب وقت ممكن. أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسية طيب البكوش بأن الدولة التونسية لجأت إلى القضاء الدولي في ملف الصحفيين التونسيين سفيان الشرابي ونذير القطاري المختطفين منذ أكثر من سنة في ليبيا. وأضاف البكوش أنه في ظل غياب حكومة ودولة وبسبب عدم التعويل على التعاون مع القضاء الليبي وحده في هذا الملف، تم اللجوء إلى القضاء الدولي للمساعدة على حلحلة هذا الملف، مؤكدا أنه تم التوصل إلى معرفة موعد اختطاف الصحفيين الاثنين ومكانهما.
دعا مدير مطار الجفرة المدني محمد لاشلم المجلس البلدي إلى دعم الجهود المبذولة ووقفة جادة للتسريع بعملية تفعيل وتشغيل المطار. وأوضح لاشلم لأعضاء منسقية المؤسسات الأهلية بهون بأن الاتصالات مستمرة مع هيئة الطيران المدني لتوفير ما يلزم ومعايرة وحدات الأمن والسلامة العامة والقسم الفني بالمطار ومنح التصاريح وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني. من جهته أكد أعضاء منسقية المؤسسات الأهلية بهون بأن المنطقة بحاجة ماسة لإعادة حركة الطيران المدني المحلي والدولي للمطار للتخفيف أعباء السفر والمخاطر الأمنية على المواطنين وخصوصا المرضى. عادت صباح خدمة واي ماكس إلى مدينة سبها بعد انقطاعها أكثر من 3 أشهر بسبب أعطال فنية في خط مدينة سرت. مدير مكتب شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بمدينة سبها يوسف أحمد الصغير أكد أن عودة الواي ماكس للعمل من جديد بسبها جاء بعد انتهاء مراحل إصلاح خط طرابلس مصراتة بوغرين هون سبها التي استغرقت أسابيع، موضحا بأن خدمة DCL تحسنت بصورة ملحوظة، كما أشار إلى أن مهندسي الشركة يتبعون سير العمل في الخط الجديد للتأكد من سلامته. حصادنا متواصل وفي وزارة التعليم تصدر قراراً يقضي بتأجيل الامتحانات النصفية لسنوات النقل حتى 6 ديسمبر القادم. مرحبا بكم من جديد. ناقش وكيل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني خالد طالب مع ممثلين عن إدارة المستشفيات، ناقشوا ملف توطين العلاج بالداخل وتسريع العمل فيه من خلال مباشرة التنسيق مع عدد من الأخصائيين بالخارج في بعض التخصصات الهامة كجراحة القلب والأورام والتي من الممكن أن تعالج بالداخل. وطالب الوكيل مديري المستشفيات بسرعة تقديم احتياجاتهم في هذا الجانب ببيانات متكاملة حتى يتم الشروع في تنفيذ خطوات عملية بخصوص هذا الجانب بشكل سريع وعاجل. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة باشرت إحالة القيمة المخصصة للمستشفيات فيما يخص بند التحسين والتطوير والتي خصص لها مبلغ 50 مليون دينار الليبي. توترت. أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم عادل رفيدة تعميما يقضي بتأجيل الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل حتى 6 ديسمبر القادم بدلا عن موعدها المحدد مسبقا أي 29 من الشهر الجاري. وأرجع رفيدة تأجيل الوزارة للامتحانات إلى استدراك التأخير الذي شهدته بعض المناطق التعليمية في موعد انطلاق العام الدراسي وغلق بعض المدارس جراء الظروف المختلفة. وأكد على الوزارة
على أن الوزارة حريصة على استيفاء الأيام الدراسية المقررة لكل فصل دراسي واستكمال الساعات الدراسية المقررة وفق الخطة الدراسية العامة. تستعد مدينة درنا لإقامة مهرجان للطفل تحت شعار لأنهم الأمل في 5 ديسمبر القادم. أوضحت اللجنة المشرفة على المهرجان أن مؤسسات مجتمع مدني ونوادي رياضية سعت لإقامة المهرجان لإخراج الأطفال من أجواء الحرب والاشتباكات المسلحة والاقتتال وإرجاعهم إلى أجواء الدراسة والانضباط. يذكر أن مدينة درنا تشهد مواجهات مسلحة بين عناصر تنظيم الدولة من جهة وبين مجلس شورى مجاهدي المدينة وثوارها والكتائب المساندة لها من مدن البيضة وتبرق من جهة أخرى، مما أثر على سير العملية التعليمية بالمدينة وإقفال المدارس لأبوابها. ننتقل بكم الآن إلى حوصلة لأهم ما ورد على صعيد الساحة العربية والدولية. أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل نابلس عقب الإعلان عن استشهاد أحد أبنائها، ويدعى بسيم عبد الرحمن صلاح برصاص الاحتلال صباح اليوم الأحد قرب باب العمود في الحرم القدسي بمدينة القدس المحتلة بزعم طعنه جنديا إسرائيليا في المكان. وقالت مصادر محلية في نابلس إن جيش الاحتلال أغلق حاجز حوارة ومنع الخروج من المدينة، كما شدد من إجراءاته على حاجز زعترة جنوب المدينة، وأغلق جيش الاحتلال حاجز طنيب غرب مدينة نابلس وأمر المواطنين بالتوجه لطرقات التفافية قريبة من الحاجز. أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الأحد أن جثة طيار روسي الذي قتل إثر إسقاط الطيران التركي مقاتلته قرب الحدود السورية الثلاثاء نقلت إلى تركيا وستسلم إلى روسيا، كما أكد ضرورة التنسيق في سوريا لتفادي حوادث مشابهة. وقال داوود أوغلو للصحفيين في إسطنبول إن الطيار الذي قتل خلال انتهاك المجال الجوي سلم إلينا على الحدود الليلة الماضية، مضيفا أن دبلوماسيا روسيا سيتوجه اليوم الأحد برفقة ممثل عن الجيش التركي إلى محافظة هاتاي على الحدود السورية لتسلم الجثة. بدأ المواطنون في بوركينا فاسو الأحد الإدلاء بأصواتهم بأول انتخابات منذ عقود لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس كومباوري قبل عام في انتفاضة مدعومة من الجيش بعد سنوات طويلة قضاها في المنصب. ويتقدم لمنصب الرئيس 14 مرشحا للحصول على ولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يعني أن المنافسة ستكون شديدة في انتخابات لا يحق للرئيس ولا لمن شغل مناصب وزارية في الفترة الانتقالية الترشح لها. وكانت هذه الانتخابات مقررة يوم 11 من أكتوبر، ولكنها أجلت بسبب الانقلاب الفاشل الذي قام به أحد أعوان الرئيس السابق يوم 17 من سبتمبر قبل أن يتراجع تحت الضغط الشعبي والدولي ويتم اعتقاله مع أعوانه. نختتم أخبارنا الدولية لهذا اليوم بتحصل سيارة جوجل ذاتية القيادة على براءة اختراع جديدة لتقنية تسمح لها بمخاطبة المشاة في الشارع ليتعرفوا على الاتجاه أو الفعل الذي تنوي القيام به. ومن خلال التقنية الجديدة ستقوم سيارة جوجل بتنبيه المشاة من خلال شاشات توضع على أطراف السيارة وسقفها، حيث ستقوم بعرض إشارات مثل توقف أو عدم المرور على أبوابها الجانبية لتجنب الحوادث التي يمكن أن تنجم من كونها ذاتية القيادة. كما ذكرت براءة الاختراع التي أصدرها مكتب براءات الاختراع الأمريكي أن الوجه الأمامي للسيارة سيعرض تنبيه للمشاة لإخبارهم بإمكانية قطع الطريق، فضلاً عن وجود ذراع إلكترونية لنفس الغرض وتنبيه سائقي السيارات أو الدراجات النارية بإمكانية المرور. والآن نترككم مع الجولة الرياضية. في جولتنا الرياضية لهذا اليوم نستهلها مع الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي أكد مشاركة منتخب ليبيا لكرة القدم للسيدات في تصفيات بطولة إفريقيا النسائية المنتظر إقامتها بالكاميرون عام 2016.
وجاءت الموافقة خلال مراسلة للاتحاد الليبي للكاف أكد فيها المشاركة في التصفيات. يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم كثف في الآونة الأخيرة من نشاطاته الإقليمية والقارية. أكد عبد الحفيظ العقوري وكيل اللاعب الليبي إبراهيم الجارح أن اللاعب وقع الجمعة عقدا انتقل بموجبه مع نادي الكرخ إلى نادي النجف العراقي لفترة 6 أشهر، موضحا أن أمورا مالية كانت السبب وراء فك الارتباط بفريق الكرخ. وكان اللاعب إبراهيم الجارح قد وقع عقدا انتقل فيه للعب مع الكرخ العراقي في سبتمبر الماضي، وقدم مع الفريق أداء جيدا وسجل هدفا في مرمى الطلبة. عاد ميلانو إلى طريق الانتصارات بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على سمبادوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد هدفين من ماباين يانغ، وتقدم ميلانو إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعدما سجل جياكومو في البداية وكذلك لويز أدريانو قرب النهاية. وفي الدوري الفرنسي لكرة القدم سحق باريس سان جيرمان ضيفه تراوا متديل الترتيب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف على ستاد بارك دي برينس ليعزز صدارته في الدوري موسعا الفارق مع أقرب مطارديه إلى 15 نقطة. وسجل كافاني وأبراهيموفيتش وكورزاوا وأغوستين الأهداف الأربعة للفريق الذي يدربه لوران بلون محققا 9 انتصار له على التوالي في الدوري. إليكم الخبر الأخير، حيث وضع أندي موراي وشقيقه جيمي بريطانيا على مشارف الفوز بلقب كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال لأول مرة منذ 79 عاما عندما تغلبا على الثنائي البلجيكي ديفيد وستيف دراسيس في مباراة الزوج بالدور النهائي. وأقيمت المباراة في أجواء حماسية قبل أن يفوزا الشقيقان موراي ليمنحا بريطانيا التقدم في المواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في 5 مباريات. نهاية حصادنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم العناوين. مجلس شورى ثواري يحذر مقاتليه من القصف العشوائي وينفي إطلاق عملية عسكرية باسم بلا رحمة. بعد الاتفاق الموقع بين قبيلتي أتب وطوارق في الدوحة تجدد الاشتباكات بمحور الزاوية بين القبيلتين في أوباري. مبادرة لعدد من أعضاء المؤتمر والبرلمان في تونس تنص على إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وتابعنا أيضا استعدادات حثيثة قبل انعقاد جلسات الحوار المجتمعي لمبادرة أبناء الجنوب في الجفرة. واستئناف إمداد مستودع سبها بالوقود من مصفات الزاوية غربية طرابلس، وموظف شركة سيرت النفطية يطالبون بصرف مرتباتهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. قدمنا لكم الحصاد من قناة ليبيا بانوراما من العاصمة الليبية طرابلس. في أمان الله.